نطيت من على سطح من سطح بابني، قصوا له شعري اكني انا لو كنت قطه ما كنتش اعرف اعدي بابني كده، بس الحمد لله ربنا نجاني، الحمد لله الحمد لله ان ربنا نجاني. انا نطيت من على سطح لسطح عشان اعد واطلع بره، مسكوا لي شعري قصوا لي وضربوني وعذبوني وهنوني الثلاثه، اخواني اتنين جوزي واخوه واخته مسكوا لي ضربوني وعلقوا لي شعري كده وخلوني على ما عرفت اهرب. انا بديت انط من على سطح لسطح علشان اهرب ابني. احنا النهارده معانا في خارج ميت عساس التابعه لمدينه طنطا، لمدينه سمنود بمحافظه الغربيه، هناء اللي اتعرضت لاذى شديد من اهل زوجها. هناء بقى لها اكتر من 5 سنين على نفس الوضع، قعدات عرفيه ومحاولات للصلح لكن ما بيتمش اي معامله بالرأفه واللين ما بينها وما بين زوجها. اخر مره كمان اهل زوجها اتجمعوا معاه وضربوها زي ما هي قالت كده وقطعوا لها شعرها. هناء خليني الاول اقول لك، يعني تقطيع شعرك ده ازاي وازاي قعدوكي قدامهم وجبروكي على كل ده؟ احكي لي التفاصيل اللي حصل. كل اللي حصل ان انا كنت اصلا اتشكلت معاه، فانا رح ضربني وشتمني وهني كان قدام اهله. انا والله العظيم والله العظيم من قبل ما اتكلم انا بحلف اقسم بالله اقسم بالله انا ما بعرف اكذب ولا عارف اقول كلمه زوده ولا كلمه قللة. كل اللي حصل معايا مش هنساه ولا عمري في حياتي، لو كل الحقيقه اللي حصلت لي. انا مش بحكي علشان حد ان انا اصعب على حد ولا كده، بس انا بحكي عشان خاطر الناس اللي بتقعد تقول لي ايه انت شويه وهترجعي له، انت لما تحني هترجعي له، اصل انت بتحبيه، اصل هو كان بيحبك. لا خلاص، اللي كل اللي عمله فيا قام والمره دي قام تاني خلاص. كل اللي حصل ان هو الشاكل معايا اليوم ده، الشاكل معايا اليوم دوت، قام جاي لما عشان بعتبني يجي له ب10 جنيهات، حصل مشاده ما بينه وما بينه، قام جاي ماسكني ضربني وشتمني وهزقني لما صعب عليا نفسي، لانه كان كل ده كان قدام اهله. خدت بعضي وقمت جاي اخد عياله وراح عند ماما. ايه المشكله هناء في حوار ان انت ينزل يجيب ب10 جنيه؟ ان هو اصلا عشان كنا عايزين نفطر انا وعيال، كان بيت عندي اكل من قبلها بيوم، فقلت هنفطر وبعد كده نتغدى بقى على الساعه 2 3 كده، هغدى عيالي لان هم اصلا ما بيشوفوش الا دور عيال. فبعت ابني يجيب ب10 جنيه ده، ما كانش موجود في الشقه وهي ما كانتش موجوده اللي هي ال10 جنيه دي في الشقه والله العظيم. راح يجيب ب10 جنيه، لا تحت، لا بابا تحت، انت رايح فين؟ قالوا انا رايح اجيب ب10 جنيه لماما. طب خش ما تجيبش. ردت سته بتقول له انت هتجيب ب10 جنيه دي، هو دي وقت غدا ولا وقت افطار؟ انتوا كده كده هتتغدوا معاه. بنده على ابني لما انا استغيبته، يا محمود يا محمود، قال لي نعم يا ماما. بابا قال لي ما تجيبش. قمت جاي قال لي ايه، تعالي انزلي. نزلت بقول له انت مش بعته يجيب ب10 جنيه بدل عشان يفطر هو وبنت عمته؟ يا ماما انا جعان. انت ما بعتهوش ليه؟ قام جاي يقول لي ايه، عليا الطلاق بالثلاثه، ما هو جاي عليا الطلاق. فضل يحلف بطلقات كتير ان 10 جنيه بالبيت مش جاي. بقول له ليه؟ عشان انا هاكل منه؟ العيال ما هماش واكلين، العيال ما هماش واكلين. طب ليه؟ عشان ايه؟ انا عايز اعرف ايه السبب. هو ايه قاعد كده بقى وقاعد مفيش بيت جاي بيعمل لك كده؟ طب ليه؟ عشان ايه؟ عشان ب10 جنيه بيت؟ ده الناس كل يوم ويوم بيجيبوا كرتونه البيت عشان يفطروا بيهم عياله، مش معنى انا. لقيت بقى ايه، قامت جايه مامتي رد بعد ما قعد يحلف بطلقات كتير قوي، قامت جايه مامتي رد وقالت ايه، قام جايه لي يلا اخفي روحي هاتي ولا ما تجيبيش. هو بعد كل الطلقات اللي حلف اخفي روحي هاتي، قامت جايه تقول له ايه، بعد الطلقات اللي انت حلفتها دي كلها هتروح فين؟ بعد الطلقات دي انت ايه يعني؟ هي بتقول انت مالكش كلمه، لما هي تقول لك لا انا هروح اجيب، يعني هروح اجيب. لما لقيت عمتي الصغيره اخته بتعمل الولد نبيضه وتقول له، وسته تقول له خد البيضه والرغيف خش كلهم جوه في الاوضه عشان اخته ما تاكلش معاه، قسما بالله قسما بالله ده اللي حصل، خدهم وخش الاوضه. وبنتي واقفه تعيط وتصرخ ان هي عايز تاكل مع اخوها. قلت لها طب والله اللي راح جايبه لك البيضه دي واخده بنت عشان اروح اجيب لها البيضه، قام جاي قايم قال لها ويحلف عليا تاني. طب عليا الطلاق؟ عليا الطلاق بالثلاثه، ما انت رايحه. ويحلف ويشتم. قلت له خلاص مش عايز. خدت بعضه وطلعت الشقه، فضل برضك يشتمني اشتمام وسخان. عمال اقول له احترم نفسك، عيب كده الكلام اللي انت بتقوله ده؟ عيب كده والله العظيم. هو نطه واحده من على السلم، ضربني وشتمني وهزقني، صعب عليا نفسي، خليته يمشي من البيت خالص. قمت جايه واخده ايه مش شكله مع مصطفى شويه. انا قلت لما نفسيتي تهدى خالص انا هروح وهيجي ياخدني وهروح معاه. بس انا كل ما افتكر الموقف والشتيمه والكلام اللي قاله لي، لا هيجي ياخدني، اقول له لا مش مروحه، انا حاسه ان نفسيتي تعبانه، انا اعصابي تعبانه من الكلام اللي انت قلته لي. قام جاي ايه مره في مره، لا انا مش، لا انا هاخدك، لا تعالي، لا انا بقول لك تعالي.
اقول له لا انا مانيش جاي. جه بقى كان يوم اتنين، جه مرات خالي ماتت. مرات خالي ديت انا بعزاها، انا لو ليا خاله انا مش ما انا ماليش خالات، انا مش هحبها كده. مرات خالاتي دولت انا عندي ثلاثه والله العظيم، هما الثلاثه عندي واحد لان انا بحبهم حنينين عليا. بصوا كويسين، لو كانت خاله ليا مش هيحبوني كده ولا يحنوا عليا كده. الواحد مقهور عشان مقهوره بكلمه، معنى كلمه مقهوره. المهم ان اليوم ده قبل ما هو يجي ياخدني بيوم، عشان بس ايه، حماده طالعه في فيديو كده عماله تقول ايه، اخويا واخد 25 سنه سجن، اخويا واخد 25 سنه سجن، انا اخويا مظلوم في القضيه، اخويا مظلوم. المهم ايه، انا يومها بالليل جه ياخدني، قلت له انا رايحه زياره لاخويا. انا ما قلتش الحته دي في فيديو قبل كده. انا يومها قلت له انا رايحه زياره لاخويا. يعني انت عامله حسابك بقى عشان هتروحي؟ قلت له انا بقالي كام شهر بقول لك انا نفسي اروح لاخويا، انا بقالي 3 سنين ما رحتلوش، انا نفسي اروح اشوف اخويا ما رحتلوش بقالي كتير، هو في مصر. قام جاي لي ايه، طب خلاص والله العظيم، والله العظيم نفس اللفظ ما هو قالوا لي كده، انا هجيب لك الشياله عشان تاخدي محمد معاك، هتاخدي العيال التانيين؟ قلت له لا، هما هيبقوا مع خالتهم. قام جاي قايل لي خلاص ماشي. راح نص ساعه وجه، كان يوم الاحد بقى، راح وجه، انت خلاص شيلي على قلبك، انا مش جايب لك حاجه، ما دام انت كده كده عامله حسابك ان انت راح، يعني انت، طب انت هتروحي امتى؟ قلت له خلاص بكره لما اجي هروح معاك، والله العظيم زي ما بقول لك كده. ببص لقيته ايه، جه الساعه 3 بالليل يومها بخبط على الباب، قلت له ثانيه واحده بلبس، كنت بلبس عشان كنا ماشيين. فتحت له الباب، فين العيال؟ هات العيال بيتهم معايا. قلت له العيال طلعوا باتوا عند خالتهم فوق، لان اختي بات في الوش قصاد بيت ماما بالظبط. طلعت بات، طلعوا مع اختي، وانا بقى قلت له ايه، هم باتوا مع خالتهم. قال لي كلمه بلفظ، بصي بلفظ وسخ موت موت. قام جاي ايه، قمت جاي قام جاي واخد بعضه قام جاي ماشي. المهم بقى رحت عند اخويا، وجيت جيت على خبر موت مرات خالي دي الصبح، وهي طالعه من الزياره من عند اخويا، لقيت اختي بتكلمني بتقول لي ايه، مصطفى عايز العيال، كنت كان لسه تحت. ابو قالت لي ايه، اقفلي بقى، عم لبسهم محميهم وغير لهم عشان انزل. لبستهم محميتهم وغيرتهم وحطيت لهم برفان وكنت فطرتهم، وايه، وابن اخويا اللي هو قال له ايه، اطلع هاتهم يا شناب. شناب ابن اخويا طلع جابهم من فوق واداهم له، خدهم وقام جاي ماشي. اصل بيقول ان هم جابهم من التراب. المهم ايه، انا جت بقى، جت على خبر موت مرات خالي دي، رحت العزا، التراب قصاد بيتنا بالظبط. حضرت العزا بقى، والواحد كان منهار اصلا لان اخويا تعبان، يعني انا رحت زياره شفت اخويا بالمنظر اللي هو كان فيه، وجت على ميت، الواحد كان مقهور. يعني حكيت ان انا كنت اروح اليوم ده، الواحد كانت حاجه صعبه، ان انا اصلا ما فيش نفس من العياط، ومن ما كنتش قادره اصلا. لقيت دفنهم الميت، وقام جاي ايه، مشهم بقى. ماما قالت لي احنا رحنا عند ستك، قلت لها خلاص هرد ابني الصغير وهاجي وراك على طول. كل دول عيالي الاثنين معايا، معيش على العيال اللي هو عنده 9 شهور ده. انا رضعت ابني وراح قافل الباب ومشي، لقيته في وشي، انت رايحه فين؟ انت عماله تلف جايه من الزياره للميت لهنا لهنا. بقول له ده انت بتقول بنفسك جايه من الزياره من عند اخويا للميت، طب انت ما عندكش رحمه؟ من قلبك دوت ما فيش رحمه؟ نفسي تبقى حنين عليا مره، نفسي تحس بيا مره، نفسي تحس بيا. بقول له جايه من عند اخويا وهو تعبان، هو انا اللي كنت حبسته لك؟ وبعدين انا مالي بالميت ده؟ انا مالي بالميت دي؟ يلا تعالى روحي. مش مروحه بردك بدل، انا قلت لك هتروحي هتروحي، انت عارفه انا لو ما روحتش ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل وانا هعمل ايه؟ والله العظيم ابني قارني من الطرحه كده، قارني من هنا. قلت له خلاص 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 ماشي، انا هاجي معاك اهو، من كتر شد الطرحه في شعري. قلت له خلاص انا هاجي معاك اهو. فضلت رحت معايا بردك لما هناك، واحد اللي شاهد عليا بالكلام ده اللي كان في المدرسه اسمه عبد الستار، هو اللي كان شاهد عليا وشايفني، وكان بيقول لي ايه وانا ماشيه وشددنا بالطرحه ازاي؟ لان المدرسه هناك كان خلاص بيته كان قريب، لان البيت ما فيش 4 بيوت وبيت هناك. المهم انا رحت، بيقول لك اخته كانت نازله من التوك توك، امه طالعه بتقول اخته كانت نازله من التوك توك، لا اخته ما كانتش نازله من التوك توك، والله والله يا رب انت كل كلمه شاهد عليا فيه، كانت قاعده على السلم. لسه بقول لها انت عاجبك اللي اخويا بيعمله، اللي اخوك بيعمله فيا ده؟ تقول لي اخرسي، انا بقول لك وطي صوتك، انا بقول لك وطي صوتك. بقول انا اصلا كان صوتي رايح، كنت تعبانه منهار على مرات خالي وعلى اخويا باللي انا شفته. لقيتها بتقول لي اصوتي صوتك، انا ببص لقيت القلم نزل على قفايا من ورا، انا اتكفيت على وشي، لقيت انا مجيش، لان بقول له ما تضربش ما تضربش، انا يعني بدافع على نفسي ولا ما تضربش. لقيته قام جاي مديني بوكسين اتنين في مناخيري، لقيت الدم دوت سايح، لقيت الدم دوت، ابني لابس تيشيرت غرقان دم وعبايتي لابسه العبايه السمراء، والله العظيم والله العظيم تعصرها دم. انا فضلت اصوت اصوت اصوت، الناس كلها اتلمت بس ما حدش حاش عني، اطلبوا لي الاسعاف اطلبوا لي النجدة، ما فيش. لقيت اخوه جاي من بعيد،
انت ما انتش عارف تضربي، انت مش عارف تضربي اللي بتلف في الاسواق، عشان اخوه شافني وانا بقبض لامي من البوسطه بتاعت البلد كان يوم حد، وجبت فاكهه لعياله وجبت شبشب لبنته الجايه، شافني لقيته بيقول له ده دي بتلففت اسواق، عايزه تلف في الاسواق بنت كذا بنت كذا، يضرب بالشلوت. يوم نمت في الارض من الخبط فيهم كل ده. اخته ما لبستنيش لسه، عشان امه بتقول لي هي ما ضربتنيش في الشارع، هي بس شدتني من شعري في الشارع وشتمتني في الشارع، لكن هي ضربها كله فيا كان على السلم على الصدفه الاولى. المهم ايه، انا هحكي بس اللي حصل وبعدين انا هرد على الكلام اللي هم قالوا عليا. لقيت اخويا يضرب فيا من ناحيه، هو يضرب فيا من ناحيه، والدم سايح سايح والله العظيم. قالوا اطلبوا لي الاسعاف، طب اطلبوا لهم مش قالوا ان انتوا اللي عملتوا فيا كده، اطلبوا لي الاسعاف، ولا ان انا عملت حادثه، والله اقول ان انا عملت حادثه، ما فيش ولا هم ولا بص ولا اي حد في الشارع، ولا حد راح قال لاهلي، اهلي كان كله في الميت، اهلهم اهلي كل كلهم في الميت، هنا كان كلهم في الميت، ومحدش جه قال لهم، ومحدش جه قال لهم يجوا حشوا عني، يا ريت كان حد راح قال لهم كانوا خدوني يومها، لما كنت سايحه في دمي كده وكنت نايمه وما كنتش قادره. فين وفين لقيت واحدة قريبتي جاية جاري مغطية على ايده بتعضيه بتعضك دوت عشان يسيب شعري من ايده، واخوه مش لايحاه، قام جاي كسعانه وقعت على الارض، الناس حشوها، قالوا انت هتموتي نفسك، روحي بعدك وروح. قلت لهم طب دهانا ده انا هديها لاهلها دي ربوها، هديها هي مش متربيه بس هتوه هتوه هديها لاهلها. هي خافت برضك ان هي تروح تقول لاهلي، والخبطه اللي خدتها هي وقعت خضها من هناك من الحته على بيتها على طول على البحر، خدوها على البيت على البحر على طول، مجرد مروحينها كل ده، واهلي ما يعرفوش حاجه، ولا اهلي يعرفوا حاجه، ولا حد يعرف حاجه. خدوني كده اولادهم بقى حبسوني في الجراش الاول، خدوني جروني، قام جايين حبسوني في الجراش من لمه الناس، واحد جه يحوش عني والله العظيم اداله بالبوكس في عينه شرشف دم، الولد في ساعتها شرشف دم كده، يقول له حرام عليك هتموت منكم هتموت منكم، وداه المستشفى، وداه المستشفى. لقيته هو واخوه جاريني كده، وقام جاي فاتحين الجراج بتاعنا، وقام جاي مدخلين فيه، وقفلوا الجراج عليا، الجراج ده كله ضلمه في ضلمه كده. لقيتهم بقى ايه، الناس واقفه تتفرج، رجاله طول بعرض والشارع كله، طب اطلبوا لي الاسعاف، طب اطلبوا لي النجدة، ما فيش انا مش هسامح حد، وقسما بالله كل اللي كان بيتفرج عليا وما عمل حاجه عمري في حياتي ما نفسي اسامحه. لقيتهم جايين بقى، هم جايين ايه فاتحين الجراج تاني، أنا لا هو ماسك الولد عمال يضرب فيه، لبختهم بقى مع الولد، انا فتحت الجراج بسرعه وجيت اجري على ايده ورجلي بحبه كده، لقيت ابوه مسكني، ابوه برضه خاف ان انا اطلع اقول لهم ان هم اللي عملوا فيا كده، ولا اروح المستشفى اقول لهم ان هم اللي عملوا فيا. لقيته بيقول لي تعالى انت رايحه فين، مسكني في مسكه ابوه لي، انا عماله يعني عماله اعمل اي حاجه ان انا اجري، عايزه اجري اروح المستشفى، الدم نازل وما اعرفش هو نازل منين، شعري بقى كله دم، ووشي بقى كله دم، وهدومي كلها دم، اكنك لو كنت حنفيه الدم كانت هتبقى قليله كده. المهم ايه، ما جاينا ايه، لقيتهم جاي ماسكني بقى من مسكه ابوه، ده الدهار اداني ليه، لقيته ماسكني، قام جاي اخوه مكتفني هنا من ايديا الاثنين، واخته ماسكاني من شعري، وهو ماسكني من رجلي عشان يشيلوني ويدخلوني جوه ورا البوابه. والله العظيم ده كل اللي حصل، يا دوبك انا دخلت جوه البوابه لقيت سلفتي ماسكه جردل الميه اللي كان بيوحش عني منهم، اخته الصغيره، اختي الصغيره دي ما جبت سيرتها بحاجه وحشه باي حد، انا طلعت معانا ما جبت سيرتها بحاجه وحشه، اشمعنى قلت على هند وما قلتش على اميره، انا عايزه حد يقول لي اشمعنى انا قلت على هند وما قلتش على اميره. المهم عم جايه مسكين، والله يا رب والله العظيم والله العظيم لابسه كعب قد كده اهو، تخبطني بالرجل من هنا وبالرجل من هنا، انا جسمي كله ازرق، جسمي من هنا كله ازرق من كتر الشرارات اللي خدتها منها ومنهم. لقيتها مسكين وماسكه شعري، انت شفت انا عماله ان انا اشدها من الطرحه الح حتى تبعد عني، ما فيش راكبه فوقي، راكبه فوق وحاطه الجزمه على دماغي، وتقول لي سلفتي ايه؟ هتلعب بسرعه جرد الميه، عايزين نشوف الدم دوت جه منين؟ كل ما يصب من الميه الدم يشر، الدم على السلم وعلى هدومي، كان هم اصلا غرقانين دم مني. لقيتها عماله سلفتي تجيب الميه وتكب عليا، تغرقني ميه وانا اصلا رايح اللي كنت ممكن اموت فيه، الميه دي كانت ممكن كانت تموتني، وتكب عليا وتديني ضرب وتدينه، وعضتني من ايديا، والله العض لسه معلمه، انا بقالي اسبوعين اتنين اهو العض لسه معلمه في ايديا، وتشدني من شعر وصلت. لقيت ام عملت سلفتي ده ناس، لو عملت الصغيره نزلت لقيت اخواتها الاثنين وهي جروني كده، اقول لي طب تعالت بقى طلعاني فوق قدام باب شقتي، حاطط المقص بسرعه، كان الله اعلم بقى ان هم خايفين، كان دماغي كانت مفتوحه من دماغي مفتوحه، ولا هم قصدهم ان هم يوصلوا لي شعر، انا مش عارفه. لقيتهم ماسكين المقص، هات المقص هات المقص، ما تشوف اللي في دماغها بالظبط، يقصوا لي شعري، مسكوا المقص يقصوا لي شعري كده، يقصوا لي شعري كده، وفي الاخر هم جايين مدخليني الشقه وجايين حابسيني،
اصوت كده واتوه، يا رب النبي يا رب اشعلني يا رب يا رب اقف معايا، مش لاقي حد فين وفين. لما جت لي واحده قدامنا ولكن اوضه النوم ديت، واحده قدامنا كده انده عليها ما منده عليها، لقيتها بتبص لي قلت لها والنبي لو بشوف انا غرقانه بدم ازاي، شوف شعري عامل ازاي، اطلبوا لي الاسعاف ربنا يخليكي، اطلبوا لي حد من اهل، اطلبوا لي النقد، اتصل بس على 122 وقول لهم في حاله كذا كذا عندي، معلش انا خايف، انا خايف اعمل كده اصل هما يجوا يموتوني انا، لا انا خايف، انا هبعت لك ماما، تقول لي كده انا هبعت لك ماما وقت على حمل، طب انا هبعت لك ماما، ما رضتش تعمل لي حاجه برضه. لقيت بس واقف في الشارع، دي الشارع دي ظلمه بدعوه النوم دي، والله العظيم يا رب ده اللي حصل، والله والله لا بكذب ولا كلمه يا رب، انت شاهد وعالم 100 في كل كلمه يا رب والنبي. لقيت واقف تحت، نط من يلا، نط من البلكونه يلا، انت مش عايزه تنط ليه؟ انا بقول لك نط، نط يلا من البلكونه من الدور الثالث، انا عايزك تنطي. انا كنت بعمل خاطر لابوكي والله والله بنفس اللفظ كده، انا ما ردتش عليه قلت له انت بتقول ايه، انا كنت بعمل خاطر لابوكي، لكن دلوقتي اللي هيجي من عندكم لازم افتح كرش نصين اتنين، اي راجل يجي من هناك انا عايز اي راجل يجي من هناك، هم كانوا مستنيينهم فعلا ان حد يروح يقول لاهله، كانت تحصل مجزره اليوم ده، بس ما حدش قال لاهلي، انا كنت نفسي استنجد بحد، حتى لو كان حد هيموت في اليوم ده انا كنت بنفسي استنجد بحد اليوم ده، ربنا برضك اداني القوه والصبر كده وكل ده، وانا اقول ادي لو سرقت انا هموت هيموتوني، انا عمال اقول لو انا سرقت انا ما هيموتوني، ربنا يديني القوه كده اهوت، ماسكه قلبي قلبي لحد النهارده وجعني والله العظيم، قلبي وجعني ماسكه قلبي كده واقول يا رب والنبي يا رب انت معايا يا رب. انا ايه ببص بقى كده بعدها بساعتين ثلاثه لقيتهم مطلعين الثلاث عيال ليا، الولد الصغير اللي عنده 19 ده كان معاهم تحت، اول ما حصلت المشكله ومن دم نزل وهو التيشيرت بتاعه كان غرقان ده، معرفش مين اللي خده على ايديا، ست خدته جنبنا الصيدليه ومتقعد عليه قعدت عليها كده بجنب، على ما خلصوا بقى كل حاجه رجعت تاني طلعت على السلم وبنتهي، وانا عماله اقول لعيالها الحقني العيال خافوا ودخلوا جوه الشقه تحت عند ستهم، وابني طالع لي لا عمته ماسكاني من شعري، الولد يقول لي ماما ماما، وقام جاي معيط وقام جاي نازل، ابني من يومه والله العظيم بيعمل حمام على نفسه، والله العظيم والله العظيم يا رب بيعمل حمام على نفسه، مش عارفه اعمل له ايه، عمال الولد عمال يفتكر يقول لي يا ماما انت نطيت على سطح السطح، انت ما كنتش خايفه على محمد، انت ما كنتش خايفه على نفسك يا ماما. المهم انا اتحبست بقى كده، طلعوا لي العيال عمتي الصغيره دي فضلت ورايا برضك، معلش عشان خاطري انا غيروا هدومك عشان خاطري، والله انت طب انا هديك المجمع والله، زي ما انا بقول لك كده انا هوديك المجمع، والله هوديك المجمع، عندنا مجمعنا زي المستشفى كده، هشوف فيك ايه بس غيروا هدوم، شايفه هدومك كلها دم ازاي، طب عشان خاطري انا، عشان انا بحبها سمعت كلامي وغيرت هدوم من اولها لاخرها كانت كلها دم، والله العظيم والله العظيم ان لما جت غسل له هدوم على الدبه تقوم الهدوم اللي جوه الدم ما طلعش، الدم بتاعه ما طلعش من الهدوم، لو عمالين يغسلوها بكلور وحاجات الدم ما طلعش، لقيت ايه قمت جايه هي نطه قمت جايه مغيره بقى، سمعت كلامها وغيرت واستنى انها تطلع تقول لي اوديك المجمع، ما طلعتش استنى ساعه اثنين ثلاثه ما فيش، انا بقى من كام زياره من اللي ميت لضرب كل ده، انا مش حاسه بنفسي، انا قلت العيال ناموا انا مش عايزه اسمع صوتكم ناموا، والله العظيم العيال الصغير ده حس بيا نام قفش للصبح ما اقدرش حتى بالليل، العيال ناموا من الصبح على خط الباب بتاع اوضه النوم، انا دخلت وقفلت الباب على نفسي، قمت بقول له انت عايز ايه انت عايز ايه افتحي، فتحت بقول له انت عايز ايه، قام جاي بيقول لي انت مش هتطبخي، قلت له ايه، هات فلوس وانزل اجيب اكل واطبخ، قلت يعني ايه، قول لي كده هنزل وهمشي، لقيت بقول له وانت لسه هتمسكي فستاني في ايدك، بقول له وانا كنت مسكت امتى عشان تمسكني النهارده، روح هات اكل وانا هطبخ، قام جاي لا ولا اكل ولا شرب لحد ما امك تيجي تاخد الجثه، لما امك تيجي تاخد الجثه كده هبقى اقول لها يلا ايه خديها بقى، خد ابني وقال لي تعالى تعالى يا محمود انا هفطرك عندي ده تحت، خد الولد وسام البنت ومعايا الولد الصغير، وبنت عملت له ماما انا جعانه يا ماما، هام هام يا ماما، لقيتها قمت جاي ايه رحت قعدت اخبط على الباب بتاع الشقه جامد، لقيته طالع لي انت عايزه ايه؟ قلت له بنت جعانه خد اكلها مع الولد، انت هتسيبهم لي من غير اكل؟ قال لي طب انا مش مشكله طب خدها فطر، قال لها طب تعال، قام جاي واخدها ونازل، انا قعدت في الشقه طب همشي ازاي؟ وهم قافلين عليا البيبان من بره، طب اروح فين؟ فتحت البلكونه بتاع اوضه النوم لقيت سطح لازق كان بالسطح جنب البلكونه بالظبط كده، الناس واقفه في البلكونات ومقفلين البوابه تحت، وبحمد ربنا ان هم كانوا قافلين البوابه، لقيت الناس واقفين كده قدامنا على السطح، اقول لهم حد واقف تحت؟ والله العظيم ما ترد عليا، يا حاجه حد واقف تحت؟ ناس ساكنين قدامنا حد واقف تحت ما تردش عليا، قلت والله بالظروف بقى، قلت يا رب لو كاتب لي عمر جديد هتعديني.
جت من او جت طالعه من على الكرسي، عدت من على السطح، نزلت البيت الجديد ده لقيتهم قافلين البواب. رجعت انا طلعت، يا رب انت قفلتها في وشي كده ليه؟ حتى كان في الاسطح اللي جاي جنبنا ما كانش فيها الصور، لقيت الصور دي اتبنت. طب اعمل ايه يا رب والنبي؟ انا مش عارفه ايه اللي لقاني كده، انا ببص يعني في سطح جنبنا كده، ببص السطح ده تنطي وانت واقفه لتحت مش لفوق، مش تعدي من فوق. حطيت ابني على البتاع على السطح ده ونزلت، نزلت واحده بواحده كده لحد ما وقفت على اول طوبه، بس طوبه واحده قد كده. طب هشيل ابني ازاي وهنط بيه؟ طب احط على ايدي ايه؟ اجي اشيل على ايدي؟ مش قادره من كتر الضرب اللي اداهوني، مش قادره اشيل. انا حضنت ابني كده واقول يا رب احمل ابني، يا رب والنبي يا رب احمل ابني. انا بشيلها كده ببص لقيت نفسي نطيت، نطيت قاعده، لقيت ابني بيعيط، قعدت ادور فين يكون حاجه حصلت له، قلت الحمد لله يا رب ما حصلوش حاجه. نزلت البيت ادور يمين وشمال، البيبان مقفوله، يا رب والنبي يا رب انت قفلتها في وشي، يا رب افتح حالي والنبي يا رب، يا رب افتح حالي والله والله يا رب. ما كنت شايفه الشباك ده، انا لقيت شباك قدامه ومفتوح، جاي على الشباك بسرعه، لقيت واحده معديه بقول استني استني في حد واقف عند الباب اللي هناك ده. قامت قالت لي لا ما حدش واقف. قلت لها طب استني خد الولد اهو كده، انا اديته لها ونطيت زي الهبله، نطيت اجري كده في الشارع من غير الشبشب والله العظيم، والطرحه بتاعتي كانت كلها دم، لان لحد الصبح كانت مناخيري لسه بتجيب دم. خدتها لقيتها جايه واخده مني ابنه بتجاهلها ماشيه بقى من الشارع. واحده قالت لي طب استني استني هنا خد الشبشب ده، اديتني الشبشب وقالت لي حط غير الطرحه، الطرحه كلها دام، خدت مني الطرحه بتاعتي وادتني طرحه من عندها وادتني 100 جنيه. وطب انت هتروحي فين؟ طب اقعدي عندي. قلت لها عندك هيعمل لك نصيب. كل خوف برضك لا يطلع بسرعه الشقه ويشوفني فوق وما يلقانيش، هيعرف ان البلكونه اتفتحت وان انا نطيت. قلت لها لا انا هطلع على المركز. اما المكان ليا بقى خالص كان المركز، المكان الوحيد اللي هو مش هيعرف يوصل لي فيه المركز. خدت ابني الصغير ده وركبت توك توك ورحت على المركز، وعملت بقى قالوا لي ايه احنا عايزين بطاقه، طب انا اجيب لكم بطاقه منين فين وفين على ما عرفت اوصل لحد من اهلي وانا هناك. قلت لهم يبعتوا لي البطاقه بتاعتي. وبعدين لقيت الدنيا كلها تعرف. طب ليه؟ طب عشان ايه؟ طب طب ايه اللي حصل؟ انت رايح المركز ليه؟ طب بس هاتوا البطاقه وتعالوا. لما جم بقى ولقوني كده كانوا انهارهم انهارهم. عملت بقى بتاع محضر وعملت تقرير طب، عملت كام اشعه، عملت على مناخيري وعملت على بطني وضهري وصدري وكل حاجه مكتوب فيها تقرير قد كده. جسمي كان انا جسمي كله بايظ، انا بقى من الورم اللي خاف جسمي بقى دلوقتي كله ازرق، انا حاسه ان العلامات دي بتاعتي دي مش هتروح. المهم ايه، انا جيت بقى مرات خالي وبنت اختي جابوني بقى من المركز، لقيت انا جيت هنا الميت في وسط العزاء وانا داخله الناس كلها تبص عليا، فيها ايه يا ولاد اللي عامل فيها كده؟ كان هيتعمل عشاني. دخلت انا اول ما اخوالي شافوني عقلهم راح، وماما شافتني كلهم اتصدموا، واخواتي كانوا كلهم كانوا هنا. قام جاي خالي قام جاي عامل لي لازم اصورك، لازم اقول مين اللي يرد البنت كده. قام جاي رافعني مقطع فيديو صغير كده ورافعني على النت، رافعني على النت من يومها بقى والدنيا بقى اتقلبت. حالة ولادك النفسية ايه هنا بعد اللي حصل فيهم ده؟ عيالي والله العظيم متدمرين، عيالي متدمرين. وابني ولد ابني لحد دلوقتي بيعمل حمام على نفسه، عنده 4 سنين ونص، ابني عنده 4 سنين ونص، بيجي بالليل امي ما عندوش الحمام، حاضر يا ماما يعمل، لا الصبح لا يعمل على نفسه حمام، هو من الجازة ويقوم بالليل ماما ماما، وما بيقومش من جنب من على السرير ولا بيتنقل من جنب ولا من كتر ما كان شافنا هو بيضربوا فيا، انا حاسه ان هو جات له عقده نفسيه. طب بنتي الصغيره مش كانت صغيره شويه، وابني الصغير ما يعرفوش حاجه، لكن دوت لما يبقى عنده 4 سنين ونص وعارف كل حاجه ويقول انا ابحر في حفره لعمته وابحر في حفره لبابا عشان احطهم فيه عشان ضربوك يا ماما. طب بعد كل اللي حصل ده حد من اهله جه وعايز يسعى للصلح؟ لا ما حدش جه ولا حد راح، لان البتاع راحت النيابه. لو حصلت وهم جم عشان يتصالحوا ده يتصالحوا؟ لا، وانا بقول للناس كلها ما فيش تصالح. الناس اللي كانت عماله تقول لي ده انت قلبك حنين، ده انت ده انت ده انت غلبانه، ده انت طيبه، انا خلاص انا فاض بيا فاض بيا خلاص فاض بيا. الفيديوهات يا هناء اللي هم طلعوا اتكلموا فيها من الفيديوهات، لقيت امي طالعه في فيديو بتقول ان انا بقول لسلفتي خد الزيت وخبيه، هي عارفه ان انا الزيت الوحيد اللي انا اصلا ما باخدش تمويله منها الا كل فين وفين. انا بروح عند امي بتديني ازازتين الزيت، خدي تديني الازاز، انا اقول لسلفتي خدي الازاز ازازه زيت وخبيها عندك ليه؟ وانا مالي بها انا عشان ايه؟ انا مش عايزه اقول لك كلام هي كانت بتقول عليك ايه ولا كانت بتقول ايه؟
وتقول عليا ان انا حدفت ابويا من الكرسي. انا كنت مشيت مع خبي ابنك ليه؟ عشان ايه؟ جايب لي شركه بنزين ويقول لي لو ما جاديش معايا. الكلام ده كان في اول الجواز خالص لما حصلت خلاف بسيط كده، ورحت عندنا عايز ياخدني غصب عني وخبط لي على الشباك. المهم انا عشان بطن الدور الارضي يخبط على الشباك، انت بفتح الشباك لقيته بره. انت عايز ايه؟ انا مخاف ان انا صح ابويا ولا صح امي، بس شركة بنزين لو ما جاتش حالا معايا اهوت انا هولع فيكم، انا هولع فيكم. قال له طب امشي لو صح ابويا. يقول لي يوم ما تصحيه، ساعه ما تصحيه هتلاقي الكبريت معايا والله العظيم ماسك الولاعه وشركة البنزين. الناس بس عشان تفهم انا كنت رحت معايا ده من غير ما ابويا يعرف الكلام ده، بقاله 5 سنين، 5 سنين وهي كانت غلطه ورحت معاه. ولما وصالحهم بعدها وكان كلم ابويا وكل دول، كان صالحهم بعدها بقى بفتره كبيره ومحدش حاجه. الناس لسه فاكرينها لي تقول ان انا خبطت ابويا بالكرسي. انا اخبط ابويا بالكرسي؟ ابويا واقف في الشارع وبيقول انا خوفا، يعني خوفا على بنتي لو يكون واخدها يخبيها ويتحمل مني وتقولي لي حامل من مين؟ ابويا ليه عماله تجيب في سيرته؟ واخويا اللي عامل لي تجيب في سيرته؟ واخويا واخد 25 سنه. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. ما عدتش تجيب سيرة اخويا بقى عشان انت لسه عندك قضية، عندكم قضية مخدرات بقى كده. حسب الله ونعم الوكيل فيكم، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. انا مش عارفة انت اقول ايه، ربنا موجود وكل كلمة انت قلتها عليا انا مش هرد عليكي، ربنا شاهد عليا والناس اللي هترد عليكي، الناس اللي هترد عليكي. عم حسب الله ونعم الوكيل فيك، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. مش هستنزل عن حقي. وانت عمال تقول الابله هند، الابله هند الناس المحترمين، انا محترمه غصب عن الكل. انا مش هقول لك اكتر من كده. اشمعنى انا قلت على هند ما قلتش على اميره؟ عشان هند اللي عملت فيا كده. اميره ما عملتش، اميره محترمه، اميره محترمه وكانت بتحوش عني. انا بقول لك اهو ابنك ضربني، انا ما شفت ابنك في النيابه لقيته بينده عليا يقول لي منك لله انا عملت فيك كده. بيحسن ان انا اخش اغير اقوالي ولا حاجه، بس انا اقوالي دي كلها وفي الدنيا كلها واحد، لان هو دوت اللي حصل لي. والله العظيم ما في حاجه حصلت لي غير كده. انا بقى لي 5 سنين في شكل زعيق ضرب، بس كان هو معاه هو مش مع اهله. حتى لو كنت زعلت من اهله شويه كنت برجع تاني. وان انا بقول ان انتوا عندكم اراضي وعندكم وعندكم، الناس بتسالني هم مش مبسوطين عشان هم يعملوا فيك كده؟ اقول لهم لا، ان انتوا مبسوطين. حسب الله ونعم الوكيل فيك. وانا بشكر والله اي رئيس مباحث وبشكر وكيل النيابه ان هم وقفوا جنبي، وكل يوم والتاني بيقولوا لهم مش هيسيبوا حقي. عمرو بيه الشريف واحمد بيه السيسي كل دوت انا بشكرهم، والله العظيم انا بشكرهم من قلبي كده ان هم وقفوا معايا. وبقول حاجه كمان، لو انا اعرف ان هم يقفوا معايا كده من زمان وان حد هيجيب لي حقي كده، وان انا الخوف دوت كان هيكسر قلبي كده، ما عدتش اخاف تاني. انا كنت عملت كده والله، بس كل خوف التهديدات، وده انا هعمل في كذا، هطلع على اختك كذا، هطلع عليكم كذا، وهعمل كذا وهعمل كذا. وحماتي تقول ان انا بعتها لاخت عشان تشتمها. انا ابص رجلها وابص ايدها عشان مين؟ بتقول انت بص رجلي وايدي عشان اروحك. انا بص ايدها ورجلها، بتقول ان انا لما رحت عندها بص رجلها وايديها عشان انا ما اروحش عند اهلي تاني. ما حصلش والله العظيم ما حصل. ابص رجلي وايد مين؟ ابويا وبس، ابويا وبس. الله يرحمه، الله يرحمه. وجد لحد ما هو كان ميت ما كانش في سماحها، قال لي ما تيجي خليش تيجي العزا. هي فعلا ما جاتلهاش العزا، لان قال لي انا عمري في حياتي ما هسامحك بعد اللي انت عملتيه فيا، لان هي عملت فيا كتير، عملت فيا كتير قوي. انا ما بكذبش ولا